كابتن حسين الشحات، جماهير النادي الاهلي وجماهير مصر كلها، لان احنا بنلعب باسم مصر. معوله عليك وعلى كل كباتن الفريق، كابتن وليد سليمان، كابتن قفشه، كابتن رامي ربيعه، محمد هاني، ياسر ابراهيم، معوله عليكم كتير قوي وامال كبيره قوي. عندنا اصابات، عندنا لعيبه في المنتخب طبعا، بدل اسم مصر كده الموضوع يبقى منتهي، وانتوا قلتوا كده، احنا عارفين انتوا قلتوا كده للعيبه. المشاركه الثالثه ليك في كاس العالم للانديه، واحده مع العين، تانية السنه اللي فاتت مع النادي الاهلي، والسنه دي عشان احنا ابطال القاره فرحين ان شاء الله. قول لنا الاجواء بقى. والله يعني بسم الله الرحمن الرحيم. والله طبعا يعني الحمد لله، اولا يعني اللي انا تالت مشاركه ليا ديت، فانا مبسوط بيها جدا، والحمد لله يعني يمكن في المشاركتين اللي فاتوا كنت حققت مراكز حلوه جدا، يعني المركز الثاني مع النادي العين الاماراتي، والمركز الثالث مع النادي الاهلي، فدي بالنسبه لي حاجه كويسه جدا وحاجه كبيره جدا اي لعيب يتمنى اللي هي تتحقق، فالحمد لله انا كنت حققتهم، فدي حاجه كويسه جدا. وطبعا يعني انت بتتكلم باسم مصر، يعني طبعا مبروك للشعب المصري كله، مبروك لمنتخب مصر ولعيبه منتخب مصر الرجاله الابطال اللي على قد المسؤوليه، على قد ما كل مباراه اوقات بيحصل اصابات، فهم كلهم رجاله على قد المسؤوليه، فطبعا ببارك لهم وبقول لهم ان شاء الله عبر البطوله، ويعني تشرفونا دايما ان شاء الله. وطبعا يعني من ناحيه اللي احنا حتى لو احنا رايحين واللعيبه مش كامله، لا احنا الاهلي بمن حضر دايما، دي معروفه ودي مقاله من زمان، يعني دي حاجه جمهور الاهلي دايما متعود عليها، الاهلي بمن حضر بس. فاحنا ان شاء الله احنا كل الموجود رجاله، سواء الناس الناشئين او اللعيبه كلها اللي موجوده الكبار دي كلها، احنا بنلعب باسم الاهلي وبنلعب باسم مصر، فدي حاجه كبيره، فان شاء الله كلنا ان شاء الله على قلب واحد، وربنا يكرمنا نقدر نعمل حاجه ونسعد جمهور الاهلي ان شاء الله السنه دي. معانا لعيبه ناشئين صعدوا اثبتوا نفسهم، كنتوا انتوا بتدعموهم دايما، اكيد لازم يبقى ليكوا دور معاهم السفريه ديت. الناس النادي الاهلي مهما كان زي ما انت قلت الاهلي بمن حضر، واحنا مسافرين كاس عالم، فاكيد هيبقى ليكوا دور كبير معاهم، بتتكلموا معاهم بتقولوا لهم ايه، ايه الكلام اللي ممكن يحسهم ويعرفهم قد ايه الموضوع مش سهل. طبعا يعني انت راح تلعب بطوله كبيره، يعني السبع فرق الموجودين سبع ابطال، كلهم سبع ابطال، فيعني انت بطوله كبيره جدا، فاحنا بنكلمهم دايما ان انتوا لازم تبقوا رجاله، ولازم تبقوا زي ما بتلعبوا المباراه اللي فاتت اللي هي بتاع كاس الرابطه، والناس اكتشفتكم والناس كانت بتتكلم عليكم كويس كلها، واحنا كنا بنشجعكم، ولازم ما تلعبوا كاس العالم لو ليكم نصيب ان شاء الله وتلعبوا، لازم تبقوا هي ما تخافوش من حاجه، انت بتلعب باسم نادي الاهلي وبتلعب لابس وانت لابس شورت الاهلي، اي فريق يخاف منك مش انت اللي تخاف من حد، فدايما بنقول لهم كده، فدي طبعا يعني حاجه كبيره، وان شاء الله يكونوا اضافه، يعني دي اهم حاجه اللي هم يكونوا اضافه لينا ان شاء الله. من خلال كابتن اسلام الشاطر وبرنامج البيت الكبير، اكيد كابتن يعني كابتن حسين الشحات ليه طقوس قبل ما بيسافر، وانا عارفها طبعا، الحاجه ده رقم واحد، ومحمد والولاد، احكي لنا بقى ايه اللي حصل الليله اللي قبل السفر، اللي انا عارف ايه اللي بيحصل فيها، انت اللي انا عايزك انت تحكيها من خلال البيت الكبير وكابتن اسلام الشاطر. والله طبعا يعني تحياتي لكابتن اسلام الشاطر ومشاهدين البيت الكبير كلهم. والله يعني دايما انا قبل ما بسافر دايما بحب اجتمع انا ووالدتي وزوجتي واخويا واولادي واخواتي، بحب نجتمع كلنا عند الحاجه وبناكل بقى مع بعض ونفضل قاعدين ونسهر اليوم كله، فطبعا بنبقى قاعدين مبسوطين بقى لاننا ببقى مسافر تاني يوم، ف مبسوطين، ودايما بقول لهم ادعوا لي هتوحشوني، وافضل بقى اقول لوالدتي ادعي لي يا ام الفتره الجايه انا داخل بطوله كويسه فادعي لي، وزوجتي نفس الكلام اقول لها ادعي لي، وطبعا يعني تقوم بالسلامه لان طبعا هي حامل، فدايما بقول لها ادعي لي بقى الفتره ديت يعني، واولادي بقى بفضل اهزر معاهم، احمد واسر هتوحشوني، طب ادعوا لي، لا مش عارف ايه، ومراتي هتوحشيني، ومحمد اخويا نفس الكلام، هو واخواتي، لا ونفضل نهزر بقى ونلعب مع بعض شويه، اي حاجه من اللي احنا بنعملها، نتفرج على التلفزيون، نتفرج على فيلم، فدي طبعا يعني الاجواء دي طبعا بتخرج الواحد يعني عن اي ضغط فيه، فبتخلي الواحد يبقى مركز اكتر اللي هو يسعدهم، يعني يعمل حاجه عشانهم يعني. كابتن حسين الشحات، كلمه اخيره توجهها لجمهور الاهلي العظيم، جمهور الاهلي اللي احنا في كل مره بنعرف قد ايه قيمته وقيمته، ان هو في ظهر الفريق مهما كانت الظروف، دايما هم في ظهركم، وخاصه ان الظروف المره دي صعبه زي ما قلنا، اصابات، في لعيبه عندها كورونا، في لعيبه في المنتخب، فانت تقول لجمهور النادي الاهلي ايه؟
والله يعني طبعا جمهور الاهلي بقول لهم يعني شكرا ليكم، انكم دايما دايما في ظهرنا ودايما مع اللعيبه كلها، سواء مصاب سواء لا قدر الله بيبقى مش موفق كام مباراه، سواء لسه راجع من اصابه، الحاجات دي كلها انتوا دايما بتساعدوا اللعيبه اللي هي ترجع بسرعه، ان هي تبقى تستعيد مستواها، تستعيد لياقتها، تستعيد حاجات كتير. فيعني دايما بقول لهم شكرا ودايما في ظهرنا، وان شاء الله نقدر نفرحكم دايما زي ما فرحناكم في السنين اللي فاتت، وان شاء الله نقدر نعمل لكم حاجه السنه دي وتفرحوا ان شاء الله في كاس العالم معانا اكتر واكتر ان شاء الله. اخر حاجه دور الكابتن محمود الخطيب، وطبعا احنا معانا استاذ خالد مرتجي وكابتن حسام غالي كابتن سيد عبد الحفيظ، دور الكبار معاكم ايه؟ والله طبعا يعني كلهم طبعا يعني كابتن محمود الخطيب دايما معانا ودايما بيسندنا ودايما يقول لنا انا واثق فيكم وانا واثق انكم يعني من احسن لعيبه في قاره افريقيا، فلازم تبقوا على قادرين اللي انتوا عاملين ده كله، فدايما بتفرق معانا طبعا كلام كابتن الخطيب. وكابتن حسام غالي برده يعني لعيب كبير، وكان يعني لحد من قريب كان معانا في يعني كان موجود في النادي الاهلي بيلعب باسم بتيشيرت النادي الاهلي، فطبعا يعني هو عارف الاجواء دي كلها ودايما بيتكلم معانا وما تقلقوش من حاجه وربنا يكرمه. وكابتن سيد عبد الحفيظ نفس الكلام، واستاذ خالد مرتجي، فالناس دي كلها طبعا يعني كلهم بيتكلموا معانا كويس، مجلس الاداره كله واستاذ طارق قنديل، الناس دي كلها طبعا بتفرق معانا جدا، فبنقول لهم ربنا يكرمكم. وطبعا استاذ عمرو فاروق برده عشان برده المجلس الاداره كلهم يعني جميعا، فكلهم دايما معانا ودايما في ظهرنا، فبنقول لهم ربنا يخليكم لينا ودايما كلامكم بيفرق معانا طبعا يعني. شكرا كابتن حسين وبالتوفيق ان شاء الله، واحنا عارفين ان شاء الله خلاص احنا رايحين هنوصل كمان لحظات من بكره الجد هيبدا، صح ولا ايه؟ طبعا طبعا انت في اي وقت بيبقى الاهلي بيبدا، حتى لو اول تمرينه ليه بعد فتره كبيره بيبدا الجد خلاص، ما عندوش هزار. شكرا حبيبي، شكرا حبيبي، الله يخليك.